كيروش كان بيقول انه مفيش سبب للاداء السيء امام نيجيريا، وانتظرونا امام غينيا والسودان. ده يعني ممكن يعني تعليقك ايه على هذا التصريح؟ اعتقد هو يعني حاجه من الحاجات اللي كانت واضحه ان هو مش عارف الاداء سيء ليه. هو دي في حد ذاتها مشكله من وجهه نظري يعني. بشكل عام احنا فعلا في حاجات في الشوط الثاني حسناها وظهرنا بشكل افضل شويه. الحاجات اللي هي الطبيعيه، في اسئله كثيره سالها كارلوس كيروش في دماغ الجمهور وهو بيتفرج على المباراه بدون فهم. السؤال الاول، ليه محمد صلاح اللي هو الجناح اليمين بتاع منتخب مصر بيلعب صحيح، ان الناس فعلا كانت بتسال السؤال ده، انه ليه صلاح لعب راس حربه ومصطفى محمد وينج يمين؟ لعب وينج يمين في الوقت اللي مصطفى محمد ما عندوش فيه قدره بتاعه الوينج اليمين، ومحمد صلاح بكل تاكيد مش انسب حد يتلعب ليه كرات طوليه، كرات عاليه، بسبب ان هو مش اللاعب اللي بيستقبل الكوره بظهره. فبالتالي لفتره طويله احنا بنلعب كرات طوليه لاكثر لاعبي منتخب مصر في ارض الملعب. الحاجه الثانيه ان مستوى محمود حسن تريزيجيه لاعب رائع اللي كلنا عارفين مدى قدره في منتخب مصر، كان واضح انه بعيد عن حالته. فهو بعيد عن حالته وكمان بيلعب في مركز غير مركزه تماما.